بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده 50 نيوز. اتمنى يا رب تستمتعوا معانا بالاخبار اللي احنا بنجيبها، والاول مره هيكون في خبر سياسي طريف وتحفيل على شخصيه سياسيه مهمه جدا كانت محور السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت، وكانت ضيف على قناه العربيه بتحليلاته الجريئه وتوقعاته للشخصيات اللي ممكن تعيش والشخصيات اللي ممكن تتوفى والشخصيات اللي ممكن تختفي من حياتنا. هنشوف محمد الحسيني في فيديو قوي جدا، كملوا الحلقه نهايتها، خليكم دايما على قناتنا. وصلني ايميل بيأكد ان الخاله نوسه ستظهر معنا على الهواء مباشره الليله. صريح وصادق ودقيق. الشعب اللبناني العزيز، انا لا اخدعكم، انا رجل واقعي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده، معاكم هاني 50 نيوز. معانا هتلاقي الخبر سخن، معانا التحليل اللي هتلاقيه لازع جدا، هتلاقي التحليل منطقي جدا وفي غايه الحياديه. قناتنا هنا بتقول الخبر وبتحلله حسب وجهة النظر لكن بحيادية تامة، وده ما يمنعش ان يكون في عنصر فكاهي شوية في وسط المضمون وفي وسط التقارير اللي احنا بنقولها. انا نوهت وخليك معانا وتابع، اوعى تسيب حلقتنا، كمل معانا النهاية. محمد علي الحسيني طبعا كلنا عارفينه، علامة استفهام كبيرة جدا، ونوهنا عنه قبل كده وشرحنا شخصيته وتفاصيله ومشاكله اللي كان عملها في لبنان، وان هو تم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح اسرائيل، وان هو بشكل ما طلع منها وخد الجنسيه السعوديه طبعا عشان السعوديه تقدر ان هي انتوا عارفين ولا احكي لكم؟ متهيألي بلاش احسن، شوف الحلقه اللي هتطلع دلوقتي صورتها فوق على الشاشه وهتطلع الرابط بتاعها فوق في الاي. محمد علي الحسيني بيخاطب العرب على قناه محسوبه على السنه، ودي كانت غريبه جدا وموقف عجيب ان قناه محسوبه على السنه قناه العربيه بتستضيف احد الشيعه، وان هو بينتقد ايران وينتقد حزب الله، طبعا ده مش متعودين عليه في اعلامنا. لكن هنشوف محمد علي الحسيني بيخاطب العرب، بيخاطبه بمنتهى الغرور والثقه، ثقه عمياء، ثقه كانه احد افراد جهاز مخابراتي على درجه عاليه جدا. بيخاطب الاخوه بالاخص، بيخاطب العرب كلهم، بيخاطب الاخوه بالاخص في لبنان، وبيقول لهم على كلام او ثلاث نقاط مهمين جدا، وبيقول لهم اول حاجه ما تسمعوش من حد تاني، خليكم معايا، انا هفكوا، انا هعرفكوا، انا هعلمكوا، انا هقول لكم، انا الواسع عليكم الاعلامي، حاجه شبه كده. بيقول لهم ايه؟ بيحذرهم في واحد، طبعا نشوف الفيديو طبعا، وقلت لكم قبل كده في عنصر فكاهي في ضمن الفيديو، التقرير هيبقى مهم جدا، تابعونا واوعدكم ان انتوا هتضحكوا على محمد علي الحسيني. اولا بيقول ان تم عمليه عسكريه محدوده، الراجل خلاص بقى بيتكلم بمنتهى الثقه، وقلت كانه عضو في جهاز مخابراتي. اتنين بيقول لهم ان تم استهداف وسوف تستمر الاستهداف ويتوسع هذا الاستهداف فيما يخص حزب الله. هيحصل ايه بقى؟ قال لك شخصيات سياسيه وشخصيات مالية وشخصيات إعلامية وشخصيات مؤثرة على مستوى التحليل السياسي ومحررة، مالهم دول؟ هيختفوا من المشهد السياسي. ده حسب كلام محمد علي الحسيني. تعالوا مع بعض نشوف التقرير الجاي ده، واتمنى يا رب انه يعجبكم وتابعونا للآخر. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة. صريح وصادق ودقيق. الشعب اللبناني العزيز، أنا لا أخدعكم، أنا رجل واقعي، لدي علاقات واسعة. علشان وقت البرنامج خالة نوسة، أنت وصلت شهرتك لفرنسا؟ لدي علاقات واسعة ومعرفة ومن كل العالم. زبالة، قبض قبض يعني. نسمح بالاتصالات، نعم، للداخل اللبناني، للبيئة اللبناني فقط، أنا أستمع. لسمعنا الرأي الحقيقي لهؤلاء، ولكن هؤلاء لا صوت لهم، وأنا هنا أمثلهم وأمثل العراق وأمثل اليمن وأمثل هؤلاء الذين بالتغيير. على فكرة رصدنا بعض الأصوات من الداخل اللبناني وكانت بس بشجعوا برشلونة. الذي أرى إيران تؤسس وتطلق فضائيات كلها، فضائية إلى الخليج، فضائية إلى الدول العربية، واليوم فضائية إلى المغرب العربي. عندنا فضائية، عندنا فضائية. وأيضا تشتري الإعلاميين وتوجه، لأن إيران لديها هدف مهم بموضوع الخطاب والتحريض، وتعطي الخطاب العربي المعين. نعم. نعم. وفيه كما نقول دس السم في، نعم، العسل. ولذلك أنا أطالب من هنا، وإن شاء الله نستطيع، نعم، أن نؤسس هذه القناة لكي تكون هي منصة للشيعة الذين نريد نحن أن نعطي لهم الواقع والحقيقة، نعم، ونكشف لهم زيف كل هذه البروباغندا التي وعدتكم. مصدق الشياكة اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من برا هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات،
ولازم تعيش على انك شحات. كل هذه البروباغندا التي مارستها ايران ومن معها. نعم. وايضا نريد ان نتوجه الان بكل صدق الى كل الشعب اللبناني. ايها الشعب اللبناني، لا تستمعوا الى اي محلل، لا تاخذوا من اي مستشار، انسوا ما تقوله الدولة اللبنانية. معقول. اسمعوا مني وخذوا عني وسجلوا علي. كل هذه البروباغندا التي وايضا نريد ان نتوجه بكل صدق الى كل الشعب اللبناني. اقول لكم ماذا سيحصل وانا على الشاشة من قلبي الى قلبكم وليس من لساني الى اذنكم. هذه الكاميرا دي كده يا احدب. اليوم هكذا سيحصل ولكن في مراحل. اولا تم عملية عسكرية محدودة والمقصود ان تكون محدودة. انا بقول لك بلاش، افتكر اني قلت لك بلاش. الامر الثاني تم استهداف وما زال وسيستمر ولكن هذا الاستهداف سوف يتوسع. سيكون هناك استهداف لكل ما هو مرتبط بحزب الله، استهداف لشخصيات سياسية، استهداف لشخصيات مالية، استهداف لشخصيات في حزب الله إعلامية ومؤثرة، استهداف لشخصيات مؤثرة على مستوى التحليل السياسي ومحرضة. ومحرضة. ولا أريد أن أكمل لأن أنت جندي وعميل رسمي للمخابرات الأمريكية. بعد ما شفنا، إيه رأي حضراتكم في التقرير؟ بجد يستاهل الكلام ده ولا لا؟ يستاهل التحفيل اللي تم عليه ولا لا؟ طبعا كنا لازم نفك شوية التقرير ده، مبقاش سياسي بحت كده، مبقاش فيه عنصر تخفيف شوية عن وطئة اللي احنا بنسمعه من محمد الحسيني. محمد الحسيني علامة استفهام كبيرة موجودة وستظل موجودة إلى أن يشاء الله. لكن عايز أوضح لكم نقطة مهمة جدا في خلال السياق اللي احنا بنتكلم فيه. مين الخاسر الأكبر في أو العراق بين إيران وبين إسرائيل؟ الخاسر الأول هو العرب. هنقول اللي بيحصل بينهم من بعض تمثيليات ومشاهد كلها تحمل في طياتها المسخرة. بمعنى المسخرة، أنا هضرب الحقي، خدي بالك أنا هضرب 1-2-3، وإنتي خدي بالك أنا هضرب 1-2-3، وما بنشوفش على أرض الواقع حاجات مؤثرة، سواء ده ضرب أو ده ضرب، كلها مشاهد عبثية. لكن اللي يهمنا مصر بعيد عن الحوارات دي كلها. المشهد في إيران غريب جدا، شخصيات تم اغتيالها، تم تصفيتها، شخصيات مهمة جدا، وحتى كان أولهم الحادث الطائرة بتاعت الرئيس الإيراني اللي كان غريب وعجيب، وكنا أول مرة نشوف حادث بالشكل ده رئيس دولة. والاتهامات كانت موجهة لأنتوا طبعا عارفين مين، وفي الآخر خالص تم التغطية على الحدث بأكمله، حدث سقوط طائرة الرئيس الإيراني. لكن تابعوا الأحداث بتسخن شوية شوية، وتابعوا الموقف الإيراني مع المواقف الخاصة بالصين وروسيا، هتلاقي الدنيا فعلا بدأت تولع. هل هيحصل حاجة مهمة جدا هتقلب الوضع اللي هو أنا هضربك وأنت هتضربيني ونحدد المواقع ونشوف بعض كده وألف سلام عليك، مع ما ضربتك معلش ويجيب لها ورد في المستشفى، أنا ضربتك جامد شوية طب خدي الورد ده، يعني طيب الخاطر برضو على الله. كان معاكم هاني، أتمنى أشوف أراءكم وتعليقاتكم على شخصية محمد الحسيني والتقرير اللي عملته عنه. شكرا ليكم، ما تنسوا السبسكرايب واللايك والشير، واوعى تنسى الجرس. كان معاكم هاني، هبذل أوامر.